مدام لم يشبيك البارح ما حضرتش في ذكرى معناها احياء وفاه الزعيم الراحل حبيب بورقيبه. والله الحقيقه في المناسبه نترحم على روح الزعيم الحبيب بورقيبه، ولكن بالامس وجدنا الحقيقه عن المواكبه ولم تتم دعوتنا. ما كلمتكمش الرئاسة على مستوى الولاية؟ ما كلمكم حد؟ ما اتصل بكم حتى حد؟ لم ما اتصل بنا حتى حد، لا من قبل الولاية أو من الرئاسة. فما نواب أخرين بخلافك أنت حاضر ولا؟ حتى نائب عن ولاية المنسيه لكن حاضر في إحياء الذكرى. واحنا هذه سبب رئيسي الحقيقه مدام لميا للدعوه وللمداخله هذه على جوهرة فهم، حبينا نفهموا السبب الرئيسي وراء غياب النواب نواب جهه المستير على الاقل على المناسبه هذه والذكرى هذه. دونك انت تاكد لنا انه ما فما حتى نائب في جهه المستير ما تلقى حتى اتصال او دعوه رسميه من رئاسه الجمهوريه؟ هو كذلك، واحنا بالمناسبه الحقيقه نستنكر هذا الفعل، وانه الحضور لاحياء معناتها الذكرى 21 رحيل الزعيم بورقيبه محرر المراه المصلح بني الدوله المدنيه الحديثه هو في الحقيقه وقوف على اللحظه البورقيبيه وعلى الفكر والفعل البورقيبي واستحضار الفلسفه البورقيبيه اكثر منه ومنتحه اخرى. ولكن نفهم 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 مدام لميا من الاستنكار هذايا انه كان فما اتصالات هاتفيه بينكم يعني مختلف النواب على جهه المستير انكم تسالوا في بعضكم تمت دعوتكم والا ما تمتش هكا ولا؟ بطبيعه الحال بطبيعه الحال، ولكن احنا بكل امانه الفعل هذايا ما حبيناش ومعناتها استنكرناه باعتبار انه احنا نمثلوا جهتنا اولا وبطبيعه الحال احنا وفيين لروح الزعيم بورقيبه، وكما قلت لك ذكري راهو الهدف من هذا الكل الوقوف على الفكر البورقيبي والفلسفه.